معنا فايزة اللي تقول إنه بوها وخوها ماتوا من السحر، وتقول إن هي عندها مس من الجان وما حبش يخرج منها. فايزة، ألو. مرحبا بك يا للا. يعيشك بارك الله فيك. أحكي لنا تجربتك مع السحر والشعوذة. أولا بابا أي. هو كي عرس بختي، معناتها أختي من نحنا، هو أبويا معرس بكيف أنسى. أي. السلسة هي حسيك شريرة المرأة، أي تحب الفلوس برشا، أي دارت بيه وكتب لها الورث الكل. كيفاش البو عرس بأخته؟ ما فهمتش. بأختك أنت ما فهمتش؟ لا يعني بابا كي عرس بالمرأة السلسة، أي أمي طلقت فهمتي، خذا مرأة أخرى بي، وبعد المرأة هذه تحب الفلوس برشا، دارت بيه وكتب لها الرزق الكل بي. قبل ما يموت نقولوا بعمين عرس بختي المتوسطة اللي من مراسينيا أمي. عرس بنته معناتها؟ لا عرس لها، معناتها عرس لها. عرس لها مش عرس بيها. أي عرس لها على خاطر قلت عرس بأخته. أي به عرس لها. كي عرس لها أي الدنيا تليت بعضها. أي هي بالغيرة حزدتنا. أي لعبت له في الدويات ومات. أي. حتى من السحر عملت السحر. كيفاش عرفت اللي هو كان مسحور الوالد متاعك؟ نعم. كيفاش عرفت اللي هو كان مسحور؟ خويا اللي توفى توصلوا 6 شهور. أي. قال لك دار الدار برشا عزيمة. أي. قالوا له أنت عائلتك الكل مسحورة. باه باه خوك هو اللي جاب لكم الحكايه هذه. برشا وحيد يقولوا له هكا. لكن فما دليل لهذا كل؟ هل مدام فايزه لاحظت حاجات؟ فما دليل، فما برشا ادله. انا مريضه. اي مريضه و لطف عليك. وليش مريضه؟ عايشه بالدواء الاعصاب. اي وتعبت برشا بدنيا ونفسانيا. اي بالك شي مرض نفساني والا تقول انه هذا يلا. اي بابا هزني الله يرحمه الواحد. اي قرا عليا شويه قران وعطاني كي قبل اللي كانت قبل ام بي 3. اي وقت لي تاكدت من روحي ما عندي زين، نلقى قريت القران وبعديك خفت. اي نلقى شيء يزوم في بطني، بطني ولات تزوم وحدها. اي وحدي يا اخي هبط نجري. اي خفت خفت منه، عرفت روحي من البوسة بجين، نعرفش كافر ولا مسلم. كيفاش معناتها حسيت تغرويت في كرشك هكا؟ لا حسيت زومين، واحد يزوم. كيفاش واحد يزوم؟ فسر لنا أكثر. واحد يعمل في كرشي هكاك. فهمتك. سمعت معناتها. سمعت حس خارج من كرشك أنت؟ سمعت حسي وتفجعت. إي. وقت اللي كنت تقرا في تقرا في القران وتسمع في القران بالامبيترو. نسمع في القران بالامبيترو سوره البقره. اي قال لي عندها التباس سواقه. اي عندها التباس يعني الفم على الفم، اليد على اليد، الساق على الساق. أي. يعني التباس كامل. اي مانيش سايبه. ما نعرفش بالسحر ولا ما غير السحر هكاك ما نعرفش. اما خويا اللي توفى بالسحر. كيفاش؟ خويا اللي توفى عزيزة على قلبي برشا الله يرحمه. كنت كان يودني ويحن علي، معرس عن زوجة صغيرات. نعرف كيف جار له قال لي عندي سحر. أي. كان يسوق بكاميونته لديه سعلي. أي. سدد الحوين تمتعه. أي. أو يمشي لدار هذه ما ارتحتش فيها، يحول دار أخرى. وبعد يمشي لدار أخرى. أي. وبعد يحول وهو مش مرتاح في كل دار، حتى بنت الناس ثابت. اي قاتل نحب نطلق. كل مره يسرد الطاق ويرجع ويعاود يحول الدار، بالتالي فدت المراه. اي حست بعدم استقرار المراه، قالت لك هالمره مش نطلق مش نطلق. اي هكا هو يا اخي، هو زاد تعب نفسانيا ولا بدو الاعصاب. اي لكن مش بدو بالفلوس، بدو السبيطار. به يعمل قداش المرة عملية انتحار. به عمي قال لي هيك اللي عنده اللي ماكن بيه هو اللي يقول له انتحر.
باهي وباش نرجع تاع السحر معناتها باش نرجع ليك انت وتوفى من بعد كيفاش توفى انتحر والا توفى لا انتحر انتحر باهي الله يرحمه فقط نحب نرجع لك ليك انت الحس اللي سمعته خارج من بطنك هذاك هل انك حاولت تمشي تعمل رقيه شرعيه تمشي تشوف شيخ والله فما عمي قال لي على واحد توتو اي في تونس ما عرفش اسمه شكون اي قاعده نلمد ونحب نمشي له انا تو عندي مده ما نفهمش شكون يقرا عليا قران وما نفهمش ماذا بيا شكون يقرا عليا لكن انا ما عنديش وقت و وما نعرفش شكون ما نعرفش علاش ما تقراش على روحك القران لانه يعني اي شخص ينجم يقرا القران على روحه او يسمع ايات قرانيه باش يحسن روحه على الاقل انا نصلي راهو كان الصلاه نصلي اي وما عندكش صعوبه كي تصلي ما نقراش ما عندكش صعوبه كي تصلي لانه قلت لي انه كي تسمع قران والا سيرحه يصلي سيرحه معناتها ما تتذكرش قديش من ركعة أديتها هكا؟ لا نتذكر أي أنا مثلا يعني مش مركزة في الصلاة برشا مش بإيمان يعني فهمتي؟ أو كان صلي وكهو به يعطيك الصحة فايزة مشكورة على المداخلة متاعك ما زلنا متواصلين معاكم في كلام في الليل